لا. أما فيما يتعلق إخوان الأعزاء بمسألة الذم، فقط أنا أشير إلى رواية في زرارة، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى إذا صار وقت نتكلم ماذا في زرارة. الإخوة إذا يريدون يرجعون إلى هذا البحث يرجعون إلى معجم رجال الحديث لسيد الخوي قدس الله نفسه، لأنه بحث المسألة بشكل مفصل، لعله لم أجد هذا التفصيل في مكان آخر. الرواية في الجزء الأول صفحة 226. الرواية قال لي أبو عبد الله، الرواية عن عبد الله بن زرارة وهي رواية صحيحة السنة، قال لي أبو عبد الله اقرأ مني على والدك السلام وقل له إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك. وهذه قاعدة إخواني، القضية ما مختصة بمن؟ بزرارة. نعم بعض الأحيان أئمة أهل البيت كانوا يجدون الطريق لإظهار ذلك لخواصهم، وبعض الطريق لا يجدون ذلك طريقا ماذا؟ لإظهار ذلك. إذن لابد أن نلتفت، هذه قضية ليست شخصية فقط مرتبطة بزرارة، وإنما يمكن أن توجد مصادق أخرى لها في أصحاب أئمة أو خواص أصحاب أئمة أهل البيت. فإن الناس، التفتوا جيدا، فإن الناس والعدو، الإمام ده يبين أصل من الأصول، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، ويرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله، ويحمدون كل من عبناه نحن. إذن كانوا يطبقون هاي القاعدة الأصلية، يعني الحكام من قربناه ها ماذا يفعلون؟ يبعدونه، يدخلون الأذى عليه، لأنه علينا ما يمكنهم إدخال الأذى، فعلى من يدخلون الأذى؟ على هؤلاء. ومن عبناه ماذا؟ لا أقل يتركونه، وإنما أنا فعلت ذلك بالنسبة إلى من؟ إلى زرارة، لأنك رجل اشتهرت بنا وبميلك لنا. وهذه نفس القضية الموجودة في من؟ في جابر، أنه كان مشهور كما قرأنا هم في تهذيب التهذيب هم في ميزان الاعتدال، أنه كان معروفا بموالاته لعلي وأهل بيته. لأنك رجل اشتهرت بنا وبميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودتك لنا ولميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك، ويكون بذلك منا دافع شرهم عنك. فالجملة بخلي أقرأ، الإمام سلام الله عليه يا قاعدة يطبق هنا، حتى إن شاء الله تعالى هذه في علوم القرآن تستفيدون منها، والإخوة اللي الآن يحضرون عندنا الفصوص يعرفون أن هذه من الشواهد القيمة في هذا المجال. يقول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وشنو علاقة هذه الآية بمحل الكلام؟ بينك وبين الله قضية مرتبطة بموسى وذلك العبد الصالح، شنو ارتباطه؟ الجواب أن الإمام سلام الله عليه يقول هذه قاعدة عامة، مفهوم عام قابل للانطباق على من ماذا؟ على الزرارة، لأنه واقعا بالنسبة إلينا سفينة من السفن التي كنا نوصل بها معارفنا إلى من؟ إلى شيعتنا. والإمام يطبق هذا التنزيل، فأردت، فهذا التنزيل من عند الله صالح، لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تعطب على يديه، ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ،
فافهم المثل يرحمك الله. عجيب هذه الآية مثل، وين بها مثل مولد؟ هاي الآية هسه في المكانات مثل ومثل وعرفنا هاي الآية بها مثل. إذا تبين ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وتلك الأمثال. ولذا نحن في كتاب اللباب في كتاب أصول التفسير قلنا أن الآيات القرآنية من أولها إلى آخرها هي أمثال، استنادا إلى أي قاعدة؟ هاي القاعدة التي هي روايات صحيحة السند من أئمة أهل البيت، وهذا مرتبط بعلوم التفسير الآن ما ندخل فيه.